عاجل، مصر ترد على احتمال انهيار سد النهضة وخطر كبير يهدد مصر والسودان. وعاجل تفاصيل القبض على مدير مكتب وزيرة الصحة المصرية وآخرين، ننشر التفاصيل. وبيان عاجل من الجيش المصري، ننشر التفاصيل العاجلة. وعاجل أحد أبرز رموز نظام مبارك يعلق على قرار السيسي إلغاء حالة الطوارئ في مصر. وعاجل حقيقة وفاة المعلق المصري المشهور مدحت شلبي. وعاجل تفاصيل ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر الطيران للسفر من روسيا إلى مصر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ليه 1000 لايك أو أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 500 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. ومصر ترد على احتمال انهيار سد النهضة وخطر كبير يهدد مصر والسودان. قال خبير مصري إن انهيار سد النهضة سيكلف الدولة المصرية، حيث أنه في حال انهياره سيشكل خطرا على دولة السودان، وستصل المخاطر إلى السد العالي في مصر. وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة عباس شراقي على فضائيات تن أن مخاطر انهيار سد النهضة كبيرة، وأشار إلى أنه في حال انهيار السد سيكون فناء للشعب السوداني الذي يعيش على النيل الأزرق، ولن يتضرر إثيوبي واحد. وأوضح أن المخاطر المحتملة لانهيار سد النهضة تتوقف على توقيت انهياره وسعة ملء سد النهضة وأيضا سعة ملء السد العالي. ولفت إلى أن السد يبعد 2000 كيلو متر عن السد العالي. وقال شراقي إن السد العالي قادر على تخزين 162 مليار متر مكعب، وفيه مفيض يمكن أن يوسع لتمرير مليار متر مكعب، حيث أن لدينا قناة جانبية للسد العالي لم يتم استخدامها حتى الآن. وأشار إلى أنه يتم الآن دراسة تطوير مفيض توشكا والاستفادة من هذه المياه في المنخفضات، وأن مخاطر انهيار سد النهضة في ظل غياب المعلومات الكافية لا تزال قائمة. مصدر معنا كان من صحيفة المصري اليوم. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. وطبعا زي ما حضركم عارفين وزي ما قلنا في الأخبار اللي فاتت، أن وزير الموارد المائية والري طلع وقال أنه يعني الآن يتم يعني توسعة بحيرة ناصر أو توسعة المنطقة حوالين السد العالي لاستيعاب كمية كبيرة وضخمة من مياه نهر النيل في حال انهيار سد النهضة. ممكن يعني نقول إن انهيار سد النهضة ممكن أن يكون يعني بعمل بشري أو بعمل طبيعي. عمل طبيعي يعني الزلازل، لأن منطقة إثيوبيا أو المنطقة المبنية عليها سد النهضة هي منطقة زلازل، ولكن العامل البشري الله أعلم ممكن يكون عبارة عن إيه. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل تفاصيل القبض على مدير مكتب وزيرة الصحة المصرية وآخرين. ذكرت صحيفة الأسبوع المصرية أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير مكتب وزيرة الصحة والسكان وآخرين بتهمة الرشوة. ونقل موقع الصحيفة عن مصادر أن القبض تم بعد عودة الوزيرة هالة زايد من تخريج الكليات العسكرية. وأوضح أن الوزيرة فوجئت بوجود قضية رشوة كبرى تتابعها الرقابة الإدارية منذ نحو شهر تقريبا. قالت المصادر للصحيفة إنه تم تفتيش مكاتب المتهمين الذين أحيلوا للتحقيق. يذكر أن الوزيرة زايد تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة ونقلت إلى مستشفى وادي النيل حيث أجريت لها عملية قسطرة. مصدر معنا كم من موقع صحيفة الأسبوع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وفي مفاجأة كبرى، القبض على مدير مكتب وزيرة الصحة المصرية وآخرين بتهمة الرشوة. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وبيان عاجل من الجيش المصري، ننشر التفاصيل العاجلة. شهد رئيس أركان حرب قوات المسلحة المصرية محمد فريد إحدى مراحل المشروع التكتيكي الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني. وتضمنت المرحلة عرضا لملخص الفكرة التكتيكية، ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة. أظهر المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة
من مهارات ميدانية وقتالية عالية، واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات. وناقش الفريق فريد القوات المسلحة القادة والضباط المشاركين في المشروع على كافة المستويات في القرارات المتخذة، كما استمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات التي أجاب عليها مخططي ومنفذي المشروع. مصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. أحد أبرز رموز نظام مبارك يعلق على قرار الرئيس السيسي إلغاء حالة الطوارئ في مصر. قال رئيس مجلس الشعب الأسبق في مصر فتحي سرور إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر ستترتب عليه آثارا قانونية تتعلق بالقضايا التي لم يصدق حتى الآن على إحالتها للمحاكم الاستثنائية. وأضاف فتحي سرور أن القضايا التي لم يصدق عليها بعد فسوف تتحرر من النظر أمام أي محكمة استثنائية، وستتم إحالتها إلى المحاكم الطبيعية لتتخذ المسار القضائي العادي. وتابع أبرز رموز نظام الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك أن القضايا التي كانت قد أحيلت بالفعل فسوف تستكمل إجراءاتها وفق قانون الطوارئ، وذلك بحسب نص المادتين 19 و20 من قانون الطوارئ الذي صدر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وأشاد رئيس مجلس الشعب الأسبق بالقرار الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس قائلا: قرار تاريخي يؤكد أن مصر أخذت خطوات مهمة في طريق الاستقرار والأمن، وهو أمر سيكون محل تقدير كبير على المستوى المحلي والعالمي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، وهو القرار الذي قوبل بردود فعل واسعة برلمانيا وحقوقيا وسياسيا، باعتبار القرار يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها مصر، وخطوة جديدة لتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر. مصدر معانا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. حقيقة وفاة المعلق المصري الشهير مدحت شلبي. انتشر خلال الساعات القليلة الماضية كالنار في الهشيم خبر وفاة الإعلامي والمعلق الرياضي المصري الشهير مدحت شلبي بسبب أزمة قلبية مفاجئة قبل أن يتم تكذيب تلك الإشاعات. وانتشر خبر منسوب للناقد الرياضي المصري علاء عزت يؤكد وفاة المعلق الشهير، لكن عزت أعلن في وقت لاحق سرقة حسابه على فيسبوك وقيام الهاكر بنشر الشائعة غير الصحيحة عن وفاة شلبي. كما أكد الإعلام المصري مهاب عبد الهادي أن شلبي بخير ولا صحة لشائعة وفاته. ومن المقرر أن يعلق شلبي على مباراة الأهلي والإسماعيلي التي ستقام في وقت لاحق ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم لموسم 2021-2022. يذكر أن شلبي يعد من أبرز معلقي ومقدمي البرامج الرياضية في مصر، وسبق له أن شغل منصب المدير الإعلامي والمتحدث الرسمي لاتحاد الكرة المصري لمدة 10 سنوات. مصدر معانا كان من RT. ولا صحة لوفاة المعلق المصري الكبير مدحت شلبي. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. تفاصيل ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر الطيران للسفر من روسيا إلى مصر. تحدثت صحيفة إز فيزيتا الروسية عن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من روسيا إلى المنتجعات في تركيا ومصر خلال عطلة نوفمبر التي أعلنتها الحكومة الروسية لمواجهة الوباء. ووفقا للصحيفة فإن الطلب ارتفع على الرحلات السياحية لقضاء إجازة في مدن مثل أنطاليا والغردقة وشرم الشيخ، وأشارت إلى عدم وجود أماكن شاغرة في الفنادق والطيران للفترة من 30 أكتوبر الحالي وحتى 7 نوفمبر المقبل. بدوره قال نائب رئيس الاتحاد الروسي لصناعة السفر لوكالة نوفوسي إن ارتفاع أسعار الطيران من روسيا إلى تركيا ومصر يعود لعطلة نوفمبر المقبل التي أعلنتها الحكومة. ووفقا للمسؤول فإن سعر التذكرة إلى منتجع أنطاليا التركية يبلغ 35 ألف روبل حوالي 500 دولار، فيما يتراوح سعر التذكرة إلى الغردقة وشرم الشيخ 50 أو 60 ألف روبل نحو 860 دولارا. وأعلنت الحكومة الروسية الأسبوع الماضي عن فرض عطلة رسمية في البلاد مدفوعة الأجر لمدة أسبوع ابتداء من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر لمواجهة الوباء. كذلك تم إعطاء الأقاليم الروسية الحق بفرض عطلة بناء على الوضع، وفي ظل ذلك فرضت العاصمة الروسية مقاطعة موسكو عطلة ابتداء من
28 أكتوبر الحالي وحتى 7 نوفمبر. للعلم أن 1 دولار يساوي 70 روبل في 27 أكتوبر 2021. مصدر معنا كان من نفوستي، أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والرئيس السيسي يعين رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة. عين الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان القوات المسلحة المصرية. وتولى الفريق أسامة عسكر قبل توليه المنصب الجديد منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، كما كان يشغل قبلها منصب قائد قوات شرق القناة لمكافحة الجماعات المتطرفة وتنمية سيناء. وتخرج الفريق أسامة عسكر في الكلية الحربية وحصل على جميع الفرق الحتمية بسلاح المشاة. وتولى رئيس أركان حرب قوات مسلحة جديد سابقا منصب رئيس أركان الجيش الثالث الميداني وقائدا للجيش الثالث الميداني. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيس الأركان السابق مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. نتمنى التوفيق الكبير الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة المصرية. تعالوا نعرف المباحثات بين مصر وروسيا بشأن الأحداث الموجودة الآن في السودان وليبيا. بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، على رأسها مستجدات الوضع في ليبيا والسودان، مع سفير مصر لدى موسكو إيهاب نصر. أكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن بوغدانوف الذي يتولى منصب المبعوث الخاص للروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استقبل اليوم الأربعاء السفير نصر الذي يختتم مهمته في موسكو. وجاء في البيان خلال اللقاء تم تداول الآراء بالتفصيل حول القضايا الملحة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على الوضع في السودان وليبيا. كما تناول الاجتماع حسب بيان الوزارة طيفا من المسائل المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون متعدد الاتجاهات ومتبادل المنفعة بين روسيا ومصر. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. تعالوا نعرف يعني آخر إنجازات المظليون الروس والمصريون والتدريبات بين الجيش المصري والروسي. حقق المظليون الروس والمصريون إنزالا جويا مشتركا وقفزا جماعيا بالمظلات، وذلك قبل حلول المرحلة الختامية لتدريب حماة الصداقة 2021 التي تجري في ضواحي القاهرة. وقد تحقق الإنزال الجوي المشترك من طائرة النقل إيل-76MD تابعة لقوات الجو الفضائية الروسية في منطقة تبعد 60 كيلومتر عن العاصمة المصرية. يذكر أن تدريبات حماة الصداقة 2021 المصرية الروسية المشتركة بدأت منذ أسبوع في قاعدة جوية بالقرب من مدينة أنشاص المصرية. وحسب وزارة الدفاع الروسية يشارك في التدريبات من الجانب الروسي 100 مظلي يمثلون فوج القوزاق للمظليين في فرقة نوفروسيسك الروسية للإنزال الجوي، فضلا عن 4 طائرات للنقل العسكري من طراز إيل-76MD و6 مدرعات للإنزال وسيارتين للإمداد والتموين. إما الجانب المصري فيمثله 400 مظلي وطائرات S-130 هرقل ومروحيات النقل العسكري تشينوك التابعة لسلاح الجو المصري. وسبق للمظليين الروس والمصريين أن تدربوا على الإنزال الجوي المشترك من المروحيات والتنسيق القتالي عند خوض عمليات حربية ضد التشكيلات غير الشرعية في الصحراء. مصدر معانا كان من تاس. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة. أتمنى أكون خفيف على حضركم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.